صباح الخير. صباح النور سلفتي الحلوة. صباح النور بنتي، صباح النور. كأنه قالت لك بنتي صح اللي سمعته؟ صح اللي سمعتيه. مو معقول دخيل اسمك يا ربي، والله لو بحلم ما كنت رح صدق هالشي. خير إن شاء الله سنية خانم. لك يلا، وينكن يا جماعة؟ كم مرة بدي لكم الكل بيكون على الصفرة قبل ما يجهز الفطور؟ ها رجعت، صعب تطول. طاهر وين راح؟ مصطفى بيك أخذ أخوه طاهر وطلعوا لبرا. تعي. طلع مصطفى مغير كلمة السر تبع الموبايل. صحيفة تحته ببصمته، بس بدي خليه يتعلم أصول البصمة الحقيقية. إيه خلص بعدين. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير مصطفى. أهلين. صباح النور نفس خانم. تفضل يا عدي. شو طاهر ليش فايق بكير؟ فكرتك رح تتأخر بالنوم اليوم. ليش مو بدنا نروح لعند الدكتورة؟ يلا خلونا نبلش فطورنا، بس وينهم الصغار؟ مراد فاتح يا شباب يلا. جايين بتخي جايين. تعي بالم بابا مشتاق لك. تعي 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 حبيبة قلبي. بدك أنا طعميك يعني؟ أسيا لو سمحتي أعطيني العصير. مو سامعة؟ ها يلا اشربي بنتي. صباح النور. بكير والله الباشا والبيك شمستهم عالية اليوم. ايه صح النوم. ما شاء الله ما شاء الله. يلا هات الخبز من عندك. وانا بدي قرب ايدك لشوف. يا ربي دخيلك. بدي اعمل لبنتي الحلوه سندويشه مربى. يسلموا بنتي يعطيك العافيه. اتصلت براك وبتسلم عليك عمي. ايه الله يسلمك ويسلمها يا روحي. كيف وضعها هي وامها؟ ان شاء الله منيحه. ايه منيحة. قال فكرة بيك ساعدهم وأمن لهم بيت رح يسكنوا فيه هي وأمها. الله يوفقه، هاد اللي بيقدر عليه ما بيقصر. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوت فوت يا ابني. أهلا وسهلا فيك. تعال. أهلين فيك شيخي. ربي يرضى عليك يا ابني ويوفقك. جيبي كاس شاي لخطيبك بنتي. ايه. وجيبي له صحن كمان. صحتين وهنا. انا سبقت على قلبك. قلت لحالي قبل ما اروح على المركز بمرق وبسال بلكي لازم كون شي. معلوم لازمنا يا ابني، لازمنا سلامك وصباحك وشوفتك. نحن بحاجتهم لنكون مبسوطين طبعا. يطول بعمرك. شكرا. صحة وهنا. ما تقلي انك ما بتعرف بالخبر تبع طاهر ونفاس. بعرف عمي بعرف. كيف لكان؟ الله يطعمنا جميعا. آمين آمين. فاتح يلا روح جهز السيارة مشان نوصل الأولاد على المدرسة، وبعدين منروح أنا وياك على الشركة مع بعض. وينه مراد؟ أكيد جوا أخي. ليش جوا؟ يا مراد مراد يلا بقى خلصني، في عندي شغل الدنيا. يلا اطلع قدامي يلا بقى. بدك تروح تجيب سيارة أخوك من المطار، خود هاي المفتاح بتروح فورا بتجيبه ومن هنيك بوشك على الشركة. طيب ماشي أخي. ها؟ الباشا رايح على مدرسته؟ بابا ما بدي روح على المدرسة، بدي روح معك. شو عم تحكي حبيبي؟ بدك تروح على المدرسة بكفي تعطيل، وبعدين نحن وعدنا المدير. يلا بقى يلا عمو وصلهم. خذ المفتاح. الله معك. يلا يا أولاد تعوا. يلا لشوف. يلا. بتحطوا حزام الأمان ها؟ لعند الدكتورة ما؟ ايه يلا. ناطرين الأخبار الحلوة. طاهر ماشي؟ إن شاء الله. طاهر اهدى وروق. طيب بجرب. يلا. طيب يلا لشوف. يلا الله معكم أختي. يلا أسيا بخاطرك. مصطفى خير؟ ليش هيك قلت له؟ ما فهمت شو بتقصدي أنتي. شو عم تستغبيني؟ مو وقتك هلا يا مرا، أحكي مثل الخلق لا أفهم. يا مسكتي ناسك أنا؟ عم تسأليني ليش هيك قلت له وأنا مو عرفان شو قلت له أصلاً؟ حلي عني المسا منحكي. فهمنا نقلع. يلا المسا منتحاسب مصطفى بيك.
طاهر؟ اي نفس؟ ما انتبهت ما هيك؟ على شو؟ ييت على الفطور ما نزل من حضنك. أنا بعرف السبب شو هو. شو هو؟ قال حابب يكون اللي ببطني صبي، يعني هو خايف إنه تكون بنت وأنت تحبها أكتر منه. في خوف طفولي جواته من إنه يخسرك وإخته تاخدك منه. مجرد خوف طفولي برأيك؟ طفولي إيه؟ هيك بيفكروا الصغار. بتمنى يكون هيك. أي واثقة إنه هيك. حتى من كتر موباله مشغول السيارة ما اهتملها. أي سيارة؟ أنت مو جبت له من اسطنبول سيارة؟ لهلأ ما شافها، لبين ما يعرف إذا اللي ببطني بنت ولا صبي ما رح يرتاح باله أبداً، وإذا بنت راحت علينا. خلص بطيب له خاطره. أي يفضل. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.